قمنا نرسم جميع المعالم اللي توثق أو تدل على الأديان، كمنارة الحدباء، كنيسة الساعة، قلعة باش طابية، الثورة المجنة. قررنا نعيد ونحيي تراث مدينة الموصل اللي تهدمت على لوحات القماش، حتى نوصل رسالة لكل العالم أجمع بأنه مدينة الموصل هي مدينة السلام. مدينة تعدد الطوائف والأديان. أنا كشاب موصلي رسام لازم أهتم بتراثي، لازم أهتم بمعالمي وأرسمها وأوثقها حتى تبقى موثقة للأجيال القادمة. بدينا ندمج أعمال الحداثة في الفن، ندخلها في الأعمال التراثية حتى نعمل مزيج أو انتقالة فنية جديدة للموصل. أتمنى مدينة الموصل تزدهر. أشوف بالذات شبابها كلهم مهتمين بالجانب الفني والجانب الموسيقي والجانب المسرحي، لأن هاي الجوانب هي اللي راح تعطي إيجابية للحياة.